السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج في المنتصف، والذي نبدأه معكم بالحديث عن الملف الجزائري في ظل اليوم الحاسم والمرتقب يوم الانتخابات الرئاسية في الجزائر. إذن فتحت مكاتب التصويت في الجزائر أبوابها صباح اليوم الخميس أمام الناخبين لاختيار سابع رئيس للجمهورية من بين 5 مرشحين بعد حوالي 10 أشهر من الاحتجاجات الشعبية الحاشدة وغير المسبوقة، وسط انقسام حاد بين مؤيد للاقتراع ومعارض له. لكن في هذه الانتخابات حصلت جملة من المستجدات، حيث أشرفت الهيئة المستقلة على الانتخابات بشكل كامل تنظيما ومراقبة وحتى وعلى الفور الأصوات والإعلان عن النتائج الأولية في تجربة هي الأولى في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية في الجزائر. وتحدثت سلطة الانتخابات الجزائرية عن أن إقبال كبير حصل في مراكز التصويت في الساعات الأولى، وقال رئيس السلطة المستقلة الوطنية للانتخابات في الجزائر محمد شرفي أن العملية الانتخابية تسير في جو طبيعي، مضيفا أن نسبة المشاركة لحد الساعة تدعو إلى الأمل بالنظر إلى توافد المواطنين في العديد من المدن. إلى ذلك أدلى الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة بصوته في الانتخابات الرئاسية بعد أن ناب ناصر شقيق بوتفليقة عن الرئيس السابق في التصويت بعدما حصل على وكالة تخوله التصويت عنه. وأثار هذا الموضوع وهذا الخبر جدلا واستفز المعارضين للانتخابات الذين يعتبرونها استمرارا لنهج عبد العزيز بوتفليقة، وأن المترشحين في الانتخابات محسوبون على النظام السابق. إذن مشاهدينا الكرام، الحديث اليوم جزائري، والحدث اليوم أيضا جزائري فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية الجزائرية في اليوم 12 من ديسمبر. الانتخابات بدأت منذ الصباح وهناك حالات من الفوضى في الشوارع أيضا، وحالات أيضا من المرشحين 5 أدلوا بأصواتهم في مراكز الاقتراع وأعلنوا عن كلمة لهم في هذه الانتخابات وسط انقسام كبير من قبل الشارع والحراك بين مؤيد ورافض لهذه الانتخابات. نبدأ الحلقة مشاهدينا الكرام ونبدأ الحوار والنقاش، ولكن بعد متابعة هذا التقرير. في مشهد منقسم بين مؤيد ومعارض، توجه الجزائريون إلى مكاتب الاقتراع التي فتحت أبوابها عند 8:00 صباحا بالتوقيت المحلي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها 5 مرشحين لاختيار سابع رئيس للبلاد، وسيتوزع الناخبون على أكثر من 60,000 مكتب اقتراع موجودة في كافة مدن وقرى البلاد، وسط توقعات بأن تشهد مقاطعة واسعة وعزوفا كبيرا بعد قيام معارضين للانتخابات باقتحام وتحطيم مركزي تصويت في بجاية بمنطقة القبائل تعبيرا عن رفضهم إجراء الاقتراع. نائب رئيس السلطة المستقلة للانتخابات عبد الحفيظ ميلاط قال إن الانتخابات جرت في ظروف طبيعية في عموم الجزائر، وأن نسبة الإقبال على مراكز الاقتراع كبيرة جدا بالرغم من محاولة البعض للتشويش على هذا اليوم التاريخي. أما في الجانب الآخر، فقد تظاهر معارضون للانتخابات الرئاسية في وسط العاصمة الجزائرية احتجاجا على إجرائها، مطالبين بمقاطعة التصويت، وذلك بعد ساعات من فتح مراكز الاقتراع. انتخابات 12 ديسمبر سجلت جملة من المستجدات لم تشهدها سابقاتها بعد إنشاء سلطة وطنية خاصة بهذه الانتخابات من أجل مراقبتها والإشراف عليها، بعد تحييد وزارة الداخلية من العملية الانتخابية من أجل إقناع الجزائريين أن هذه المرة ستكون الانتخابات نزيهة. فمن سيكون الرئيس الجزائري المقبل؟ وما هي أبرز التحديات التي سيواجهها؟ إذن تابعنا تقرير مشاهدينا الكرام، ونفتح الحوار والنقاش مع ضيفي الذي انضم إلينا عبر الهاتف، الدكتور إسماعيل خلف الله، المحامي والمحلل السياسي الجزائري. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور إسماعيل. بداية، كيف تقرأ هذا اليوم ومجريات هذا اليوم الحاسم والمرتقب؟ كان منذ فترة طويلة يوم الانتخابات الرئاسية الحاسمة في ظل ما يجري اليوم
في الجزائر، خصوصا هناك يعني حديث عن انقسام بين الجزائريين بين مؤيد ورافض لهذه الانتخابات؟ في الحقيقة أنا شخصيا لم أتفاجأ، يعني أنني قلت منذ فترة على أن موعد 12 ديسمبر سيمر، وأن المشهد هنا الآن هناك من الرافض وهناك المؤيد وهناك الصامت. نعم. لكن اليوم لاحظنا أن صناديق الاقتراع فتحت أبوابها، وهناك من ذهب وصوت، وهناك من ما زال يتظاهر ويقاطع هذه الانتخابات. هذه هي الحقيقة التي يخفيها هذا الطرف ويخفيها ذلك الطرف والطرف الآخر. الحقيقة أننا قلنا أن هذه الانتخابات إن مرت وإن كتب لها أن تتم فإن هذا ما ينجر عنها رئيسا ليست له القاعدة الشعبية العريضة التي كان ينتظر يعني كان يرجى أن تتم يعني أن ينتخب الرئيس بأغلبية ساحقة من الشعب. لكن أنا في اعتقادي أننا اليوم بعد 12 ديسمبر سنعيش مرحلة انتقالية في مناخ دستوري، خلينا نسميها هكذا، يعني حتى نستطيع أن نقول أننا الآن ذاهبين إلى الذين يرون بأنها مرحلة تأسيس جديدة. طيب دكتور إسماعيل، يعني أنت تقصد في هذا الكلام أن المرشحين الخمسة خلال المناظرة وخلال حملات الانتخابية يعني التي بدأت منذ فترة الماضية لم ينجحوا بطمأنة الشعب الجزائري بأنهم يعني بعيدون عن النظام السابق؟ أنا في اعتقادي أنا لا أناقش المرشحين الخمسة، يعني ومع احترامتي يعني لمن يريد أن يناقش هذا الموضوع، لأنني الآن أنا قلت أن هناك طرف راهن على إفشال هذا الموعد وطرف آخر يراهن على إنجاحه 100%. أنا قلت من الذي يريد أن الذي يريد أن يفشل هذا الموعد وسيتحقق له أو أن تحقق له هذا فلن يتحقق له نصرا مؤزرا كما يرى هو. والطرف الآخر الذي يرى بأنه إذا تمت انتخابات 12 ديسمبر فقد حقق نصرا مؤزرا كذلك لا, لا 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 يمكن أن يرى هذا النصر. أنا أقول أن هذه مرحلة تعتبر ملحة، مرحلة وتجربة تعيشها الجزائر. كان من المفروض كنا ننتظر أن تكون هذه الانتخابات في تطلعات الشعب الجزائري، لكن كانت لها أسباب أن تكون بهذه الصورة. ولعل أهم الأسباب هي قلنا أن الحراك ترك وسمح للسلطة أن تكون لاعبا واحدا في الساحة، سمح للسلطة أن تفرض خريطتها وطاقتها وأجندتها. وكان هؤلاء الخمسة المرشحون حتى وإن قلنا أنه كانوا محسوبين على المنظومة أو غير ذلك، فتبقى أن السلطة كانت اللاعب الوحيد وأن الحراك لم يسارع إلى، ولعلنا لا تكلمنا وقلنا لو للحراك يخرج شخصيات تمثله في هذه الانتخابات لكان أفضل اليوم. الآن يعني الصورة لو كان الآن الحراك يملك مرشحين الآن ويصوت عنهم، أم أنه يبقى متفرجا ويبقى يعني يمثل رد فعل فقط؟ في أننا الآن مكونات الحراك يجب أن تستخلص الدروس والعبر وأن نصحح الأخطاء. فهذا ركوب أننا نستبد بأفكارنا، وأننا الآن الذين كانوا يقولون عندما كنا نقول هذا الحراك يجب أن يمثل، يجب أن تكون له تمثيل سواء قياديا أو تمثيل على مستوى النقابات، مستوى الأحزاب، مستوى التيارات، مستوى منتديات وهكذا، فكانوا يرفضون رفضا. هناك من يقول لا، النقطة أو القوة الحراك في أن يكون أن لا يكون ممثلا، والدليل على ذلك أن هذا عدم التمثيل جعلته خارج اللعبة. الآن هو في الشارع. طيب. وفي الجمعات. طيب دكتور. الجمعات
نعم. هذه المطالب الجمعات يجب أن اليوم دكتور يعني بالنسبة للمشاركة في هذه الانتخابات، يعني هناك حديث عن عزوف كبير، والبعض الآخر الهيئة المستقلة للانتخابات تتحدث عن مشاركة جيدة. منذ أن أعلنت يعني منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اليوم وحتى الساعة أقصد، هذه النسبة برأيك جيدة سيئة نسبة المشاركة الحاصلة؟ أنا قلت في البداية أنا لم أتفاجأ بهذا بما يحدث اليوم. أنا في منذ قبل قلت أن الانتخابات إن تمت ستتم بنسبة ضعيفة، وهذه وهذا ما يجعل هذا الرئيس الذي ينتج على هذه الانتخابات رئيسا لا ليس الرئيس الذي كان يتطلع له هذا الحراك وهذه القوى. لكن لا نتوقف عند هذا، يعني خلاص، يعني حتى وإن كانت النسبة ضعيفة وإن كانت هذه خلاص تتوقف الكرة الأرضية على الدوران، لا، يجب أن هذه مكونات الحركة. قلت أننا اليوم يجب أن نستخلص الدروس وأن نصحح الأخطاء. أرادت أن تكون هذه الانتخابات كانت من يستطيع أن يمنحها؟ هؤلاء الذين كانوا يراهنون على أن هذا الموعد سيفشل وهم ويقومون باللايفات اليومية، ونحن نقول يجب أن نفكر في خطة واستراتيجية عقلانية. لا، هذه سياسة كسر العظام سواء من طرف هؤلاء أو من طرف السلطة. نعم. الآن هذا المنطق فرض، وها هو الواقع، ها هي الانتخابات، ها هي صناديق الانتخاب، وإن كنا نتحفظ على بعض المناطق ذهبت إلى تكسير الصناديق، وهذه ليست بالصورة الديمقراطية وليست بالصورة السلمية التي تعطيها السلمية مهما كنت رافضا فلا تستعمل هذا العنف. أن أرجع إلى الموضوع، أنا أقول بأن اليوم هناك رفض حقيقي، هناك نسبة من الشارع ترفض هذه الانتخابات، وهناك نسبة عندما كنا نقول بأن هناك نسبة ستشارك، وها هي النسبة الآن تشارك، والساعات ما زالت، وربما نهاية الانتخابات ستعطينا النسبة الحقيقية وسنرى. وفي اعتقادنا أننا لا نفقد الأمل، لا نقول بأننا خلاص أن هذا الحراك لم يحقق مطالبه، فالحراك قد حقق الكثير وما زال الكثير. حقق هؤلاء الذين الآن يمثلون أمام المحاكم وصدرت في حقهم أحكام بالسجن النافذ، وهي الآن وهذا الرئيس الذي سيأتي فعلا سيكون له هذا الحراك بالمرصاد، وستكون لها تكون له الوقفات والمظاهرات بالمرصاد، وبالتالي نعم. فالحراك ما زال مستمرا، والذي يريد تغيير هذا النظام وتأسيس الدولة دولة العدل، تأسيس هذه الدولة لا يأتي في 24 ساعة، يأتي عبر مسير هذا ربما سيكون طويلا. ونعتقد أن هذه الخطوة الأولى مهما كانت مساوئ فإنها تحمل نعم. المحاسن، ومهما كانت من سلبيات فلها إيجابيات، ونتطلع إلى المستقبل، لا نركن إلى هذا فقط، لا نقول أن الآن السلطة تمكنت وأن النظام تمكن، أنا لا أعتقد هذا. أنا أقول بأن الحراك إذا أراد أن يتهيكل وأن أراد أن يثبت وجوده فعليه أن يؤسس المرحلة المقبلة، وهي نعم. مرحلة تأسيس تيارات ونقابات وأحزاب تفرض منطقها وتحرج الصوت. طيب دكتور، يعني اليوم إلى أي مدى متابعة ومراقبة وأشراف الهيئة المستقلة للانتخابات يعني لأول مرة تقريبا في الجزائر على هذه الانتخابات ممكن أن تؤدي إلى انتخابات نزيهة؟ يعني هل هي ضمانة فعلا تواجد الهيئة المستقلة للانتخابات؟ هو في الحقيقة حتى لا نناقش يعني قضية النزاهة من عدمها، أنا قلت أن هذه الانتخابات مهما كانت مهما سوف تكون لها مساوئ، ولعل هذه المساوئ أن هذه الهيئة تم تعيين رئيسها ولم يتم انتخاب رئيسها. هذا التعيين له شبهات، هذه الشبهات كنا ننادي دائما ونقول أن لو كنا نحن فرضنا منطقنا على السلطة آنذاك، فلكن السلطة كانت اللاعب الوحيد وفرضت هذه السلطة مهما كان. يعني حتى لا نجعل الصورة سوداء، هذه السلطة التي تم تأسيسها حتى وإن كانت
تنقصها النزاهة وتنقصها الكفاءة وتنقصها الخبرة وتنقصها القدرة، سنقول أننا استثنى لمرحلة يجب أن نستثمر فيها في المستقبل. لا لا لا, لا هذه العدمية وهذا النقد السلبي الجامد يجب أن نتخلص منه. يجب أن نحذر نفسنا الآن. 12 ديسمبر خلاص سينتهي، بعد ساعات سينتهي، نحذر أنفسنا ل 13 ديسمبر وما بعده، فتلك هي المرحلة الحاسمة وليس هذا الموعد الذي كان الكثير يربط مصير الحراك بمصير 12 ديسمبر. أنا كنت أقول دائما أن 12 ديسمبر ما هو إلا موعد، ما هو إلا محطة من المحطات، فلماذا نجهد أنفسنا ونضع كل قدراتنا على إبطال هذا الموعد أو إنجاح هذا الموعد؟ طيب. فهو يعتبر مرحلة من المراحل. طيب اليوم يعني دكتور إسماعيل برأيك هل مكاتب سبر الآراء والتوقعات يعني هل تبين شيء حتى هذه الساعات يعني قبل أن تختتم العملية الانتخابية بساعات من الآن، هل هناك اسم مرشح أو متوقع أو متوافق عليه حسب متابعتكم؟ يعني ما لحد الآن لا يوجد، يعني وفي الجزائر كما هو معلوم لا توجد مراكز سبر الآراء، والذي له مرشح وهم نحن نرى على مواقع الفيسبوك أو على مواقعهم، مواقع هؤلاء يسوقون، كل يسوق لنفسه، ولكن الحقيقة لم تظهر لحد الآن الشخصية التي ستكون لها ستحسم الدور في الدور الأول أو أن هناك دور ثاني، وهذا ربما أعتقد أن هذه إيجابية من إيجابيات هذا الموعد. يعني هذا كنا في السابق كنا الأمور محسوبة سلفا والرئيس معروف، الآن ربما هذه إيجابية أن هذا الجماهير لحد الآن لا تعرف من هو الذي سيكون له مفتاح المرادية. نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور إسماعيل خلف الله المحامي والمحلل السياسي الجزائري، شكرا لك على المشاركة معنا والانضمام إلينا في هذه الحلقة. إذن مشاهدينا الكرام مستمرون معكم بالحديث عن المشهد الجزائري في ظل اليوم 12 من ديسمبر، اليوم الحاسم للانتخابات الرئاسية الجزائرية. سنخرج إلى فاصل قصير ثم ينضم إلينا ضيفنا دكتور إدريس ربوح المحلل السياسي الجزائري لاستكمال الحوار والنقاش، فابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. إذن أرحب بضيفي الذي انضم إلينا قبل قليل الدكتور إدريس ربوح المحلل السياسي الجزائري، أهلا ومرحبا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله. يعني اليوم يعني مرتقب منذ فترة طويلة 12 من ديسمبر، كيف تقرأ المجريات التي حصلت في هذا اليوم منذ الصباح وحتى اليوم في ظل يعني حالة من الانقسام، دعنا نسميها حالة من يعني هناك مظاهرات رافضة ومواجهات وحتى دخول بعض الجزائريين لمراكز الاقتراع، البعض منهم للتصويت والبعض الآخر منهم يعني أنت تعلم الموضوع. نعم، هو يبدو لي أن الصورة الآن اتضحت أكثر خاصة مع الساعات الأولى للاقتراع بخروج الكثير من الجزائريين في مختلف بلديات الجزائر عبر المراكز الانتخابية والمكاتب الانتخابية للإدلاء بأصواتهم وحقهم الدستوري لممارسة حقهم الدستوري، وبالتالي الصورة اتضحت بمعنى أنه هناك أعداد كبيرة من الشعب الجزائري ذهبت وفضلت خيار الانتخابات وتراه أنه هو الحل المناسب للخروج من الأزمة السياسية والمرور إلى مرحلة جديدة. هذا لا يعني أن هناك من الجزائريين لم يقتنعوا بالانتخاب بمعنى أنهم رفضوا العملية الانتخابية في حد ذاتها، وإنما يقولون بأن الشروط غير متوفرة نظرا للتجارب السابقة في الانتخابات التي لم تصل بعد إلى النزاهة المطلوبة. هناك فئات لها رأي آخر أنها تطالب بالمجلس السوري بالمجلس التأسيسي والمرحلة الانتقالية، أعتقد أنها تمثل أقلية وليست أغلبية في الشعب الجزائري. نعم. وهي التي تراهن على زخم شعبي. إذن الذين رفضوا الانتخابات ولم يذهبوا لسنتخل الاقتراع هم أغلبية، أولا الأغلبية الصامتة أو ما يسمى في بعض البلدان العربية بحزب الكنبة، هؤلاء لا يذهبون أصلا للانتخابات لعدم اقتناعهم بالعملية الانتخابية
بداية، وهناك من لم يقتنع بالعمل كانوا يذهبون لكنه لم يقتنعوا في هذا المرة، يقولون ليس هناك فرصة للتغيير، وأقلية قليلة هي التي تؤمن بالحلول الراديكالية بمحو كل شيء والبناء المجلس التأسيسي. النسبة اليوم، هذه النسبة التي أعلنت من الهيئة المستقلة للانتخابات في ساعات الصباح الأولى وحتى قبل ساعتين تقريبا من الآن، برأيك نسبة جيدة سيئة؟ كيف تقيم المشهد؟ أنا عندما أقيم بالانتخابات السابقة هي نسبة مقبولة جدا، يعني مقبولة جدا، خاصة عندما تتحدث السلطة عن قرابة 8% في الساعات الثلاث الأولى، وبالتالي هذه تعتبر نسبة مقبولة جدا. كذلك الجزائر لو تصل النسبة إلى 30% فنحن نتحدث عن انتخابات مقبولة، ورئيس إن شاء الله تتم كل الأمور بشكل نزيه ولا تتدخل يد التزوير. وبالمناسبة لأول مرة لا نعرف من هو رئيس الجزائر، لأول مرة لا نعرف رئيس الجزائر، بمعنى أننا دخلنا انتخابات بمفاجآت، الشعب هو الذي سيفرز رئيسه القادم. نتمنى أن تكون انتخابات نزيهة وتمشي إلى آخر لحظة. الشعب الجزائري واعي بأنها مرحلة حساسة، وكذلك المؤسسة العسكرية واعية بأنها مرحلة حساسة. أعتقد أنها ستسند وتكون وفية لما أعلنت عنه بأنها لن تنحاز إلى أي طرف، ولأنها وعهد الرؤساء، صناعة الرؤساء قد ولى. إذن هذا الذي نأمله في الجزائر، في الجزائر أن يكون في الساعات القادمة. أقول كذلك أن هذه النسبة تأخذ منحة تصاعدي عندما يرى الشعب الجزائري بأن الكثير أن العملية نجحت، ولا توجد هناك مخاطر، بمعنى نحن نتحدث على 58 ولاية في الجزائر، ربما ولايتين وقعت فيهم بعض الأحداث، ومعروفة هي منطقة تقاطع الانتخابات بكثرة في مراحل انتخابية، لكن 56 ولاية هي مقدمة على العملية الانتخابية بدرجة متفاوتة. تواجد الهيئة المستقلة للانتخابات هذه المرة الأولى في تاريخ الانتخابات الرئاسية في الجزائر، هل هذا الموضوع سيكون أو سيضيف يعني مزيدا من النزاهة لهذه الانتخابات في ظل تشكيك البعض يعني في عملية النتائج؟ نعم، يزيد مزيدا من النزاهة، هذا التعبير الصحيح، لأننا نتكلم على نزاهة 100%، لكن هي الخطوة الأولى والتجربة الأولى. نسبة مئوية زيادة يعني فقط. نعم، لأنه هي العمليات الديمقراطية والوصول إلى الحالة الديمقراطية، ولسنة النزاهة هي عملية تراكمية، الذي يريد أن يغير الوضع من حال الأحادية إلى حال التعددية، من حال الرأي الواحد إلى الحالة الديمقراطية، لا بد أن يدرك بأن الأمور تأتي بعمل تراكمي ونضال متواصل. أعتقد أن السلطة الوطنية المستقلة للإشراف على العملية الانتخابية كانت مطلب الكثير من الأحزاب السياسية منذ سنين، وكانت مطلب الحراك الشعبي وفي بدايته. وأنشئت هذه السلطة وهي في أول تجربة لها، نتمنى أن تنجح في هذه التجربة بنسبة معتبرة للمرور إلى مرحلة أهم، وهو تكريس الإشراف النزيه والمستقل على العملية الانتخابية. المناظرة الأخيرة التي حصلت بين المرشحين الخمسة، بالنسبة لكم يعني أنتم كمتابعون ومحللون سياسيون، يعني اليوم هذه المناظرة هل استطاعت يعني المرشحين طبعا استطاعوا طمأنة الشعب الجزائري بأنهم أصبحوا بعيدين عن النظام السابق كما يقول البعض والمعارضين طبعا لهذه الانتخابات؟ أولا المناظرة هي مناظرة تاريخية، ولم يسبق أن الجزائر شهدت مناظرة من هذا القبيل، وهذا مكسب للديمقراطية الجزائرية الناشئة. كذلك هذه المناظرة أبانت قدرات القوى السياسية والمرشحين الرئيسيين، يعني عندما ترى أن مرشح لا يعرفه كثير الشعب الجزائري سابقا كعبد القادر بن جرينا، الذي أبان قدرات هائلة في الإقناع ببرنامجه وبطريقة كلامه وبساطة كلامه وقبول الشارع الجزائري لخطابه، هذا يعتبر نقل نوعية في المشهد السياسي والانتخابي الجزائري. إذن نحن أمام نقلة في الممارسة السياسية لها ما بعدها، وكل شيء يتم عن طريق تراكم كما قلت منذ قليل. جميل، دعنا نتابع لقطات لجزء من كلمة المرشح عبد القادر بن جرينا بعد تأدية الواجب الانتخابي وتصويته في مراكز الاقتراع، ثم نعود للتعليق على هذه الكلمة مع الدكتور إدريس. 22 فبراير، واليوم يفترض أن حراك 22 فبراير يصنع اليوم ملحمته في صناديق الانتخاب بثورة سلمية لاختيار من يمثله. إذن هذا كان جزء من كلمة المرشح عبد القادر بن جرينا. دكتور إدريس، يعني
كيف تعلق على هذه الكلمة؟ هل هناك يعني شيء يبشر في هذه الكلمة من قبل المرشح عبد القادر بن قرينة؟ يبشر أنه قال أنا من الحراك وسوس الحراك، ويذكر الحراك في كل مرة، يعني ذكره أكثر من مرة، 4 أو 5 مرات ولا هذا لا لم أحسب، لكنه يؤكد أن مرجعيته هو الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير، ويؤكد على 22 فبراير لأنه كان حراك جامع للشعب الجزائري، وبالتالي هو يقول أنه ليس هدية من السلطة، وإنما هذا الإنجاز الانتخابات هي إنجاز للحراك الشعبي، وبالتالي مرجعيته الشعب، وهذا يبشر بالخير، يبشر بالخير إذا وفق لرئاسة الجمهورية سيكون ابن هذا الحراك وحاول الحراك، وهذا الذي نريده في المرحلة القادمة، نريد رئيس يتحدث مع الحراك الشعبي، ينزل الحراك الشعبي كما نزله في الانتخابات. بالمناسبة هو يملك يعني سجل نقاط متميزة على بقية منافسيه، أنه نزل في معقل الحراك وهي البريد المركزي، والوحيد الذي نزل في البريد المركزي، ثم نزل المرة الثانية في منطقة القبائل في ولاية البويرة، وكان متميزا كذلك، كان أول من نزل، وبالتالي أعطى صورة على الرجل السياسي الذي ينزل للجماهير ويحاور الجماهير وليس له مشكلة مع الجماهير، رغم أنه كانت هناك مضايقات، لكن في الأخير هو رجل ابن الشعب يريد أن يتحدث مع الشعب. إذن هذه الروح، روح الحراك وروح الحديث بالحراك والوفاء للحراك، أعتقد هي التي ستنجح هذا الرجل إذا وصل بإذن الله إلى رئاسة الجمهورية. طيب الآن نتابع جزء أيضا من الكلمة للمرشح عبد المجيد تبون بعد تأدية الواجب الانتخابي، ونعود أيضا للتعليق عليها مع دكتور إدريس. كل حركة عبرت على أهمية اليوم، اليوم الأغر، اليوم المنشود، منذ اندلع الحراك المبارك يوم 22 فبراير، وهذه فرصة لأحيي كل أبناء وبنات ورجال ونساء الحراك المبارك. إذن تابعنا أيضا مشاهدين الكرام جزء من كلمة المرشح عبد المجيد تبون. دكتور إدريس، أيضا تعليقك على هذه الكلمة، وما هو أبرز أو ما هي أبرز النقاط التي تحدث عنها؟ أولا من ناحية الشكلية، الفرق بين المرشح عبد القادر بن قرينة وتبون الذي ظهر بشكل يرمز إلى شخصية كبيرة للجزائر، والرئيس هواري بومدين، نعم، عندما كان يحكم الجزائر ويلبس البرنوس الجزائري، فيها دلالة أنه يعيد هذه الصورة. من ناحية ثانية، الطريقة المنظمة وتقديم الكلام وليس خلفه الكثير، عكس عبد المجيد تبون الذي كانت هناك مزاحمة عليه من طرف، بعض الوجوه معروفة بأنها تزاحم من ترى في أنه قريب من السلطة أو قريب يصل إلى السلطة، وهذه مشكلة الجزائريين أو ما يعرف الجزائريين بالمشامشية، الذين يريدون أن يرقصون مع كل عريس ويصفقون لكل رئيس، بمجرد أنه شموا في ريحة الرئاسة فكان هذا الشكل. هذا من ناحية الشكلية. أما من ناحية مضمون كلمة عبد المجيد تبون، فهو كذلك أشار الحراك ولكن لم يسهب، لكنه عاد وقال أن الحراك الشعبي هو الذي حرر الجزائريين وهو الذي له الفضل، وركز على نقطة ما يميزه وهو التي يقدم فيها نفسه بأنه سيحارب الفساد، يعتبر نفسه أنه سيقود محاربة الفساد وسيكمل الفساد، وهذه نقطة إيجابية. كذلك النقطة الثالثة، عندما ركز على فرنسا واستدعى التاريخ بأن فرنسا الاستعمارية، إذن هو يخاطب الجماهير واستملاتهم في آخر لحظة، لعله يعني خاطب الحراك ثم خاطب من يريدون مواصلة الكفاح والاستئصال الفاسدين، ثم خاطب الذاكرة الشعبية المشتركة ليسجل نقاط إضافية في اليوم الأخير، يوم الاقتراع. طيب الآن سينضم إلينا في هذا الحديث دكتور عارف مشاكرة، المحلل السياسي الجزائري. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور عارف. اهلا وشكرا على الاستضافه، واحيي كل مشاهدينا الكرام. اهلا ومرحبا بك. بدايه دكتور، يعني كيف تابعت هذا اليوم الانتخابي، اليوم المرتقب كان منذ فتره طويله، في ظل هذا الانقسام الحاصل وفي ظل هذه النسبه التي اعلن عنها في الساعات القليله الماضيه من الهيئه المستقله للانتخابات؟ هذا يعني كل شيء كان منتظر. نعرف أن هناك بعض الولايات، طرفين 3 ولايات الذين مقاطعين تماما، هي ولاية وزو، ولاية بجاية، كذلك ولاية البويرة، أين يعني هي يعني المقاطعة يعني كانت يعني منتظرة، يعني ليست مفاجأة لدينا كمراقبين ومحللين سياسيين. لكن ما نرى في يعني 45 ولاية أخرى مقاطعات الجزائرية أن
الاستحقاقات يعني كانت يعني عادية، يعني لم يحدث ولا هناك شغب ولا مشاكل. المشاكل كانت منحصرة على ولاية بجاية وعلى كذلك ولاية تيزي ولد والبويرة. طيب اليوم يعني دكتور برأيك تواجد السلطة، الهيئة السلطة للانتخابات، الهيئة المستقلة للانتخابات سيزيد من فرص يعني نزاهة هذه الانتخابات؟ هناك حديث كما تعلم بالرغم من الانقسام أيضا عن موضوع النزاهة في سير الانتخابات. نعم، لكن يعني أقولها بصراحة، أنا كمحلل سياسي ودائما تصريحاتي واقعية ومنطقية. نعم. نعرف أن لوبي الأرندي، لوبي الذي هو مديرية حملة المرشح المعروف بهوبي، لوبي لا يستهان به، هو لوبي قوي جدا رغم كل الآليات التي ستضعها سلطة المراقبة وسلطة الانتخابات أو كذلك مراقبين المرشحين الآخرين. لو لم يتحدوا يعني هناك أخبار وكذلك فيديوهات تصلنا وشهادات حية أن هذه يعني بقايا العصابة التي هي موجودة في هذا الحزب الذي هو يساند المرشح مهوبي، يعني صراحة ليس لديها أي حاضنة شعبية في الجزائر إذا انتصر مهوبي. أقولها بصراحة أن الانتخابات هي مدغولة ومزورة، يعني أقولها بصراحة لكي أكون بريء وشهادة أمام الله وأمام التاريخ، رغم أننا نحن أبناء الجزائر دائما نخاف وليس كل ما يعرف يقال، لكن هذه الأرمدة، أرمدة حزب الأرندي، قوة ضاربة لا تستطيع، يعني لا يعني الشعب العادي لا يستطيع يعني أن يفهمها حقيقة. هي أنا خلقها يعني رئيس الحكومة المسجون أحمد يحيى، آلة من أقوى الأحزاب في الدول العربية، وكذلك أروح بعيدا حتى في الدول الأوروبية لا توجد هناك أحزاب يعني مهيئة بقوة المال وقوة كذلك خاصة أفكار ومشاريع. نعم. رهيب جدا. لقد أقنعوا، يتخيل يا سيدي، أقنعوا الناس أن المؤسسة العسكرية هي تساند مهوبي، وهذا غير صحيح. هناك ناس يعني لا يسأل على اللعب بعقولهم، أقنعهم أن مهوبي له مسألة كثيرة، وخاصة نعرف أن الانتخابات لكي لا نكذب على بعضنا البعض ليس فقط في الجزائر أو تونس أو أي بلد، حتى في أوروبا حتى في أمريكا، أن المال هو نار دع الحرب، هو يعني عرق الحرب، المال يشتري الذمم. طيب دكتور، نحن في زمن ليس هناك من ليس له يعني سعر إلا من رحم ربك، لكي لا يعني نشرح آخرين. طيب بالنسبة لهذه المحاكمات التي كانت قبل يومين تقريبا من الانتخابات وهذه القضايا الفساد وتقديمهم للعدالة، اليوم هذه السلطة برأيك من خلال هذا الموقف يعني وتقديم حداد وسلال وأو يحيى والحكم عليهم ب15 وب12 و7 سنوات في السجن، برأيك كان له انعكاس على عملية الانتخاب، على قبول الشارع لهذه الانتخابات؟ نعم، نعرف أن المطالب الشارع هناك، لكن هناك آلات خفية دائما تشكك في كل مساعي ما تقوم بها العدالة الجزائرية وكذلك يعني السلطة الحاكمة الآن. نعم. ما نراه يعني نستطيع أن نقوله من خير، يعني رأينا، أنا كنت في الجزائر منذ أسبوعين، كنت في المحكمة، كنت بجانب حداد، حتى وان يعني عندي معطيات وانا بدا بالحزب، يعني لم يكن نحلف، كان الشعب الجزائري، كي اذكر، كان الشعب الجزائري يريد فقط ان لا يترشح بوتفليقه لكي لا تكون وصمه لنا عار في العالم ويضحك علينا العالم ان رئيسنا مقعد، وطالبنا قلنا هاتوا ما شئتم حتى لو جبتم السعيد على الاقل يعني نحفظ ماء وجهنا امام العالم. ف يعني مطالب الشارع نراها يوما بعد يوم تزداد ويكتفي هذا الشارع. نعم. هو بين ما يعني اصبحنا الان تاكدنا بان المجتمع الجزائري عاطفي ومن السهل اللعب بي 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 يعني بي 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 بافكاره وكذلك تصيرها في طريق ما وفي اتجاه ما. نعم، اشكرك. هذا هو ضعف السلطة في الجزائر، ودائما أنا أشير إلى هذا المشكلة أنه ضعف السلطة في الجزائر وضعف خاصة العدالة. نعم. في الجزائر أنها ليس لديها أرمدة إعلامية
قوية لتشابه هذه الأرمدة، أرمدة اللوبيات التي تريد أن تزعزع الجزائر من أجل مصالحها. يجب أن نعترف أن هذا منطقي، فرنسا تريد زعزعة السلطة في الجزائر أو دول أخرى من أجل مصالحها. الدول الآن وضح الدكتور نرى حرب بين أوروبا وأمريكا، أوروبا يعني اقتصادية، يعني حرب باردة، حرب. وضحت الفكرة دكتور. نعم أشكرك جزيل الشكر دكتور عارف مشاكر المحلل السياسي الجزائر، شكرا لك على المشاركة معنا في هذه الحلقة. الآن مشاهدينا الكرام نتابع أيضا جزء من كلمة المرشح للانتخابات الرئاسية عز الدين ميهوبي، أيضا بعد تأديته لواجب الانتخابات، ونتابعها ونعلق عليها بعد قليل. هذا اليوم هو يوم لتكريس الإرادة الشعبية، هو يوم لتطبيق المادة 8 من الدستور، هو يوم ليختار فيه الشعب الجزائري رئيسه بكل حرية وديمقراطية ونزاهة. إذن تابعنا أيضا جزء من كلمة عز الدين ميهوبي المرشح للرئاسة الجزائرية. تعليقك دكتور على هذه الكلمة أيضا باختصار. نفس الملاحظة من ناحية الشكل. نعم. يعبر على عبد المجيد، نفس عبد المجيد تبون من ناحية الشكل، تكلم من ناحية الشكل. نعم. بشكل غير منظم وبشكل محاولة ما نسميهم الشامشية أن الذين الشعب ملتف حوله لا مش ملتف، هذا الذين المتملقين والمشامشين نسميهم. نعم. الذين يريدون أن يتموقعوا مع الرئيس، هم يعتقدون أن عبد المجيد تبون ولا ميهوبي هو الذي صاحب الحظوة والذي سيكون الرئيس، لأنه قريبين من السلطة وكانوا لآخر لحظة في نظام بوتفليقة. نعم. هذا من ناحية، من ناحية المضمون لم يذكر الحراك ولا مرة في أي كلمة، لأنه لا يؤمن بالحراك، وهو كان وزير في حكومة بوتفليقة، وحزبه هو حزب يحيى الآن الذي مدان وهو يقبل في سجن الحراش، والوزراء المدانون وزير الصناعة وزيري الصناعة موجودين أدينوا، يعني كم من واحد من حزبه الذي هو الآن أمينه العام بالنيابة يقبعونهم، هم حزب الذي فيه أكبر عدد من الفاسدين في يحاسبون ويقبعون في السجون والبقية تتابع. هذا كذلك هو استدعى التاريخ، لكن بطريقة منفروض يتكلم الحراك الشعب الجزائري الحالي. تتكلم على 11 ديسمبر، تكلم عن الحراك الشعب الذي يريد الديمقراطية. 11 ديسمبر 1960 هي مع الاستعمار الفرنسي خرج الشعب الجزائري المطالبة بحريته واستقلاله، من المفروض أن يستدعي الحراك الشعبي ويحترم الجماهير التي خرجت 22 فبراير. ربما هذه المشكلة في هذا الرجل. نعم. أنه لم يعير الحراك الشعبي ولا أدنى احترام، ولم يتكلم عليه ولا بكلمة واحدة، ولم يثمن دور الحراك الشعبي في هذه الانتخابات المتميزة. طيب نتابع الآن أيضا كلمة المرشح الرابع للرئاسة الجزائرية عبد العزيز بالعيد لكلمة بعد تأديته الواجب الانتخابي، ونعود أيضا للتعليق عليها مع الدكتور إدريس. نعم. في هذه الصباحة قمت الواجب تاعي الانتخابي، نتمنى أن 12 ديسمبر هذه انطلاقة جديدة بالنسبة للشعب الجزائري للمستقبل تاعه. هذا 12 ديسمبر الشعب راح يقرر المسار تاعو. نعم. إذن مشاهدينا الكرام كما تابعنا هذه اللقطات أيضا لعبد العزيز بالعيد دكتور إدريس، وكأنه يعني كان لا يريد الكلام بشكل كبير، ولكن الصحافة بدأت في الأسئلة فأجاب. نعم. لانه اولا من ناحيه الشكل اكرر نفس الملاحظه، قلت عبد المجيد تبون وبيهوبي والان بالعيد عبد العزيز. الرجل كانه الرجل في حال تيه، يعني غير مركز في يركز في حدث كبير جدا، يعني هو مرشح للمنصب القاضي الاول منصب رئيس الجمهوريه، والرجل يخاطب الصحافه التي تنقل صورته للجماهير. نعم. وبالتالي هو كانه في حاله تيه. اعتقد ان الرجل يعرف بانه ليس له حظوظ، وهذه الانتخابات دخلها من اجل المشاركه والحضور، ثاني دخول له، وبالتالي بالنسبة له هو مكسب أنه دخل الانتخابات، وبالتالي لا يراهن على نتائج كبيرة. وحتى الأسئلة والأجوبة دخلت في مواضيع ليست تتعلق برأيك في ماذا تقدم للشعب. نعم. رسالة للحراك كذلك لم نسمع كلام الحراك، وكان الحراك غير موجود ولم يعبر عليه ولم يثني على دوره نفس في التحول الذي وقع. يعني. نعم. نعم. طيب نتابع الآن المرشح الأخير في كلمة أيضا موجزة لعلي بن فليس بعد تأدية أيضا الواجب الانتخابي، ثم نعود للتعليق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. لقد أديت واجبي الانتخابي الآن، أديت الواجب الانتخابي تاعي الآن. أتمنى أن هذه الانتخابات الرئاسية تأتي بالخير للشعب الجزائري. إذن تابعنا أيضا المرشح الخامس والأخير علي بن فليس في كلمة موجزة. دكتور إدريس، يعني من خلال كلمات موجزة للرؤساء والمرشحين الخمسة للرئاسة الجزائرية، نعلق عليه. طيب تفضل. قبل تفضل. تكلم بن فليس القانوني المحامي ولم يتكلم بن فليس السياسي. نعم. فهو التزم بالصمت الانتخابي وهو رجل قانون فقط، لكن من المفروض ان يثني على الحراك الذي اوصل الى هذا المشهد. كذلك لم يذكر الحراك الشعبي كذلك. نحن تابعنا بالفتره الاخيره يعني اكثر يعني مرشح كان مكروه نوعا ما من الحراك يعني هو علي بن فليس، وطرد من بعض الاماكن التي زارها. لكن انا نتحدث الان يعني بغضنا الان، نتحدث الان لم يتحدث عن الحراك، بل انه في خطاباته يقول الثوره السلميه، حتى لا يسميها الثوره السلميه وليس حتى حراك شعبي. نعم. لكن لم يذكر الحراك الشعبي ولا بكلمه واحده، رغم ان الذي وصلنا الى هذا المشهد الانتخابي الجميل وهو هذا الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير. حتى لم نكن نتصور ان نصل الى انتخابات، لكن هذا الحراك الشعبي اوصلنا الى هذه المحطه المهمه في تاريخ الجزائر. جميل. اليوم بعد ما انت تابعنا هذا الكلام للرؤساء الخمسة المرشحين للرئاسة الجزائرية، ما يعني المستفاد من هذه الكلمة؟ يعني كيف ممكن تلخيص الحالة لكل مرشح على حدة؟ أنا لو من هذه الكلمات لو نستشف نعرف الرجل السياسي الذي يمكن أن يخاطب الحراك الشعبي، والرجل السياسي الذي ليس له مشكلة معنا. لهذا أنا أقول بكل وضوح وظاهرة من الكلمات. نعم. هو عبد القادر بن قرينة كان واضحا وكان صريحا وكان مخاطبا لحراك الحراك الشعبي، ومارس يعني كرجل سياسي كقائد سياسي يتكلم مع الجماهير بخطابه، وبالتالي هذا المأمول. البقية البعض منهم تكلم على مواضيع محددة فقط، كما تكلم تبون على الفساد، أو البعض تكلم بشكل عام أريد الخير للجزائر بشكل عمومي، والبعض استدعى التاريخ. لكن الذي يخاطب، لأن المشكلة الكبيرة أو التحدي الكبير ليس مشكلة فقط. نعم. التحدي الكبير أمام الرئيس القادم هو الحراك الشعبي المتحرك، الذين لم يقتنعوا بالانتخابات، الذين اقتنعوا بالانتخابات انتهى الأمر، ينتظرون من هذا الرئيس أن ينفذ برنامجه، والذين لم يقتنع لابد أنهم من رجل سياسي. أعتقد أن عبد القادر بن قرينة أجمل في كلمته هذا المسعى، وهو خاطب الحراك الشعبي، وهذا هو المطلوب من قائد سياسي في المرحلة القادمة. أعتقد أن الرجل الذي أتى من أوساط شعبية ومن نضال سياسي ونقابي قاعدي، ثم وصل إلى البرلمان، ثم الآن يطمح. نعم. يصل إلى رئيس الجمهورية، مؤهل للقيام بهذا الدور، وأعتقد الشعب الجزائري سيصوت يرجح الكفة له، إن لم يكن في الدور الأول يكون في الدور الثاني. طيب، في ما تبقى من دقائق البرنامج مشاهدين الكرام، دعونا نتابع وإياكم تغريدات لمدونين ونشطاء بتويتر للجزائريين والحديث عن الانتخابات الجزائرية. نتابع وإياكم التغريدة الأولى لأحمد حفصي الإعلامي الجزائري، تحدث وقال: يا جزائريين، صوتوا على الأكثر عداء لفرنسا وأذنابها، ستكون الجزائر بخير، السيادة لكم. نتابع أيضا التغريدة الثانية لراشدي عندما قال: الأغلبية الصامتة نطقت اليوم، الفئة التي كانت تستفيد منها العصابة للفوز بالانتخابات عن طريق تحييدها عن الاقتراع، ويسيطروا هم على الصندوق الآن. نتابع التغريدة الثالثة للمعلق الرياضي السيد حفيظ دراجي، تحدث المخلوع بوتفليقة أيضا انتخب من أجل الجزائر، هل يعقل أن يشارك الشعب الذي خلع بوتفليقة في نفس الانتخابات التي يفوض فيها بوتفليقة شقيقه للتصويت نيابة عنه؟ هل يمكن أن يشارك فيها الشباب في نفس السن بنفس الصور في نفس المدن والمدارس؟ هل يمكن أن يقبل الشعب هذه المهزلة؟ طبعا لا وألف لا. نتابع أيضا التغريدة الرابعة لعبدوني محمد الذي قال فيها: ما يجري لحد اللحظات في هذا اليوم في الجزائر يثبت أن العالم الافتراضي في واد والواقع الحقيقي في واد آخر، كما يؤكد أن نسبة كبيرة من الجزائريين ترفض المغامرة بالبلاد ولا تقبل الخيارات المتطرفة التي انتهجها أشخاص استولوا على الحراك الشعبي بغير وجه حق واتجهوا به
نحو ما يخدم العصابة. التغريدة الأخيرة نتابعها أيضا مشاهدينا الكرام للجزائرية التي تحدثت: انتخب لكن بالشرط، هناك شروط، كل جزائري لازم يكون له سكن يليق به، كل بطال عن العمل لازم عاجلا وليس آجلا منصب عمل يليق به وبالمستوى، انتخاب رئيس دولة كل 5 سنوات وليس كل 10 سنوات، أي تغيير القوانين والمراسيم التي لا تليق في هذا الوقت الحالي. دكتور إدريس، يعني من خلال هذه التغريدات لبعض النشطاء، البعض يعني متابع للانتخابات والبعض الآخر يرفض هذه الانتخابات، كيف ترى هذه التعليقات والتغريدات؟ أولا فيها من المتوازن الذي تحدث من داخل الجزائر وينقل الواقع ويكون يحاول أن يكون موضوعي، نعم. لكن البعض الذي يجعل يتكلم في مكان الجزائريين، هذا هو المرفوض، الذي يتكلم دائما بالشعب، الذي يتحدث كل الشعب الجزائري وكل الشعب، أعرفه أنه لا يمثل ولا شيء رأيه في الشعب الجزائري، يبالغ في الحديث باسم الشعب الجزائري لأنه في النهاية هي آراء، أرى لها أرى هنا وهناك، لا يمكن الحديث بكل الشعب الجزائري. هذا الذي نشاهده بعض الذين يتصدرون المشهد الإعلامي ويتحدثون وكأنهم وكلاء للشعب الجزائري، هذه مشكلتنا في هذه المرحلة. أعتقد أن الكثير دخل السياسة حديثا، جاءها من ميادين كثيرة، نعم. ولا يعرف السياسة، ما زال يتدرج في السياسة، أعتقد أنه سيفهم بعد 12 ديسمبر اليوم، وسيفهم دخول 2020 وسيتمكن معرفة أساليب السياسية، ولا يتكلم باسم الشعب الجزائري. الذي يتكلم باسم الشعب الجزائري هو حتى رئيس الجمهورية الذي سينتخب، لا يمثل، حتى إذا انتخبه 30% هو في الحقيقة لم ينتخبه جميع الشعب الجزائري، رغم أنه مخول قانون ودستوريا أن يتكلم باسم الشعب الجزائري، لأنه الذين دعي الشعب الجزائري للانتخاب فذهب من ذهب ورفض من رفض. لكن الحديث بالشعب باسم الشعب ككل هذه مرفوضة، لابد الجميع أن يتواضع مع الشعب الجزائري ويحترم آراء كل واحد، يحترم رأي الآخر. وفي النهاية نقول أنه في 2019 الشعب الجزائري كان مستقيلا من السياسة، والشعب الجزائري الآن عاد للسياسة، فأنت أمام 45 مليون جزائري بالإضافة إلى الجالية الجزائرية في الخارج، أنت تتحدث على 50 مليون ربما جزائري يمارس السياسة الآن. ما قبل 22 فبراير يختلف على بعد 22 فبراير، أنت أمام شعب جزائري كل يتحدث في السياسة، لهذا لابد دائما التواضع مع الشعب الجزائري واحترام آرائه. وبين كل المحطات الذين دعوا لمحطات ريد راديكالية رفضت من 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 طرف الشعب الجزائري، لأنه الشعب الجزائري يريد الاعتدال في 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 في, في الآراء، وأعتقد الاعتدال هو الذي سيبني حياة سياسية سليمة في الجزائر. إذا نحن في انتظار ما ستؤول إليه نتائج الانتخابات وهذا اليوم الحاسم بالنسبة للجزائريين. النتائج ستظهر يعني تباعا اليوم، منذ ليلة هذا اليوم بعد ساعات قليلة ستنتهي الانتخابات، وسنبقى نحن في القناة 9 متابعين لهذه التطورات في سياق برامجنا اللاحقة. أشكرك جزيل الشكر دكتور إدريس ربوح، المحلل السياسي الجزائري، شكرا على المشاركة معنا في هذه الحلقة. أيضا أشكر مشاهدينا الكرام دكتور إسماعيل خلف الله المحامي والمحلل السياسي الجزائري، شكرا. وأشكر أيضا الدكتور عارف مشاكر المحلل السياسي الجزائري أيضا على المشاركة معنا في هذه الحلقة، ونتمنى كل الخير للشعب الجزائري لكي يعيش في حياة ديمقراطية. شكرا لكم، وفاصل قصير يصحبكم الزميل حسين أبو شمالة في جولة الصحافة.